صارت هاي بإسرائيل باليهود ما صارت باليهود ما صارت يا عشان عون التجار دع حسبي الله ونعمه دع حق من الثمين حسبي الله ونعم الوكيل عليهم عندنا هذه حديقة احنا بحي اليرموك حديقة منطقة خضراء بها سند 21 قبل 10 ايام اجوا جماعة البلدية بلغونا انزيل الاغراض اللي بها قلنا راح يعمروها او يسويها منتزه ما شفنا العاقدين عليها مسوينا سكنية محاولينها من حديقة الى سكنية يعني صفقة بين البلدية وبين شو اسمه احنا كل شيء يقولون انت متجاوزين عليها كل شيء ما متجاوزين عليها منطقة صورها كلها اشجار ومنطقة يعني هي المتنفس الوحيد للمنطقة يعني حواليها يمكن تقريبا 50 عائلة هسه عند حق العوائل الجهات تلعب بالشارع يعني هي المتنفس الوحيد للمحل للمنطقة هذه. هذه أرض خضراء مشتل يعني لا متجاوزين على أحد ولا هذه ولا ولا سوى ومثل ما يقول يعني كأنما هم منتزه هم زينة هم هذه يعني ومقدمين عليها من زمان على مود يعني أرض خضراء وهي موجودة بالسند أرض خضراء مكتوبة وبل هذه أرض خضراء وجايين جايين كم واحد يعني مسوينا على اساس ارض سكنيه تبنونها ايش نطالب بايقاف الامر وها والشفر قاعد يهد بيها هل شفت عينك بالنسبه لها هذه ارض خضراء يعني حديقه احنا من قبل 15 سنه محافظين عليها واحنا بالنسبه لنا مسجينها ومسوينها مشاتل وهي المتنفس الوحيد لنا والعوائلنا وهذه بالأصل وبالتخطيط العمراني أرض خضراء وطلعنا السند مالها أرض خضراء وجو تجاوزوا علينا تجاوز عندنا هاي القاع أرض خضراء مسجلة ومن 68 وموجودة وجو رقابة المالية وانطوا بيها الشغلة رشوة وخذوها والحز السجر قاعد يزيلونه والحز الموظفين نقول لهم تعالوا يابا نريد نصوركم ذولاك هم ملثمين وما يقبلون نقول لهم يابا انتم مو جايين بامر ما يقبلوا لا يطلعوننا وصل ولا يطلعوننا كل شيء. احنا الناشد المحافظ، الناشد مدير بلديه، الناشد رئاسه الوزراء، الناشد ابو رقيف السند اللي بيها منطقه خضراء منتزه مسجله جو زالوها تا ياخذونها قيعان جماعه الرقابه الماليه، عاد احنا الناشد رئاسه الوزراء، الناشد المحافظ، الناشد الشرفاء، الناشد اهل القيره، الناشد الحلبوصي، منطقه خضراء الولدنا، منتزه الولدنا جو الرقابه الماليه ما بانين عليها كل شيء ولا بها انقاض، منطقه خضراء سجر ومحافظين عليها وشغله نظاميه شغله رسميه.